ماشي السلام عليكم، كي راكم؟ ان شاء الله تكون جيتكم اليوم فيديو احتفال بالناير. احنا كل عام نحتفلوا به، هذه تاع قبائل، نشرو مكسرات شويه منا شويه منا شويه منا ونديرو هكا. المهم صورتكم في بديك كنت هكي هو التحان وتشريت، وهنايا كنت نتد فيهم. ايه اللي درت قرقع ودرت معاه اللوز، وانا درت بندق و عتكوني مش عطا ما شدتش. مهم عتكوني مش عطا. هي زعما كل عام ماما دير لنا الشرشم، زعما تخلط لنا الحبوب الجافة قمح فول، المهم هذا اسمه الشرشم. دوك نحط لكم في صندوق الوصف، ماما دارتها معاكم قبل. هاد العام ما دارتهاش باسكو ما كانتش هنايا حتى من بعد جوجات. مهم انا درت بندق، درت هذيك هذا اول مره ندوقه، شكو كاوكاو وديري له مغلط فينا بالعسل والجلجلان، وهذا نوع كاجو، وهذا بيستاش. مهم قلت تزين كما تبغوا، كل واحد كيفاش يدير. انا درت كيما هكا زعما. شوفوا الشيلات، كل عام كل عام انا نقسم، كل عام انا نقسم هذا تاع الناير. يا ماما كبيره تاع داري شغل بابا يقسم لنا، اي العام تولي تغي انا نقسم. يادر يادر باسكو راه مريض، ندعو له كاع بالشفاء. وهنا درت كوكا ودرتها مع قرقع واللوز. هاد اللوز قال كي شريته عليه قال لي اللوز زعما اللي بتاع السنين، ماشي تاع الاخر، ماشي هذاك اليابس اللي قتحلوه بهذيك، مش عارفه كي يسموه هذيك اللي يحلو بها. بصح انا كاع هكا هذا حليته بها، ما بقاش نحله في السنيه. وهنايا الشوكولاط تاع لي زيموجي عجبتني بزاف، بصح ما دقتهاش بزاف ندوقها. المهم في الشكل تاعها هكا جايه شاب. ولي عندهم بيبي صغير في الدار يديروه تماك ويطلعوا يديروه فوقهم، حاجه تشقفوه ولا. المهم غير هكا باش زعما يكبر في الخير وكاع. حنا العام اللي فات ولا قبلها درنا المجيدو، شغل ولجارتنا شغل متربي معانا درناها له عقوبة الولد عيسى، ما شاء الله نديروها له. وجماعة مش قاش قولوا تفتوا علينا في لي كومونتير وكاع، كاين اللي يقول لك حرام وبدعة ومنا هادي شاني شغل نسمى الريفيون عندكم نتوما ماشي حرام، وهادو صالح تقولوا عندنا غير زوج ايات وكاع مالكم. هاديك شغل ماناش نديرو حاجة مش مليحة ولا حاجة متغضب ربي ولا، رانا غير حنا في حنا وانا نفرحو ما بيناتنا وكاع لما تاع عائلة كما عارفين. مهم هنا درت هاد احنا كل عام نديروها هادي، شغل من عاده تاعنا نديرو هاد الخبيزات ونديرو فيهم البيض، كل واحد نديرو له حبسه. وهنايا كنت ندير في خليه النحل، نبغيها بزاف انا. شغل درت هنا ماما جات عاونتني شويه في هادي، درتها هي وندرت تاع البيض. المهم في هادي شغل تلصقوهم كيما هكا، انا دايرهم معكم ندير لكم صندوق الوصف. المهم هادي نبغيها بزاف انا، نجيو لما غادي نلصقو غادي نخدم الخميره غادي نخمرو ويلصقو دوك تشوفو. وفوق درت لهم هاكا جلجلان، دريت عليهم جلجلان. في هاد الوصفه خلطت سميد رطب مع الفرينه، جا روعه جا روعه الشيلات. رانا ندوك ندير لكم الوصفه تاع البيض، ماما دايرتها معاكم. دوك ندير لكم كلشي صندوق الوصف وروحو شوفو نتوما. وهنا دريت عليها جلجلان ملي درت اللوز. وهنا وجدت كما راكم تشوفوا جات روعه ما شاء الله، عجبتهم بزاف.
وهذوك تاع خليط نحمك النهج في الليل غدوة ليه تقهوينا بيها. وشيلات ما قريناش الخميس باسكو ناير، خميس جمعة وسبت قاعد 3 ايام. كنت نتمشى برا الشيلات ونشوف هذوك الاطفال، هذوك لي بيبي صغار اللي يقروا في الكوليج، يا شحال كيوت، عجبوني بزاف. لبستينهم مقا قبايليه وشاشره، لابسين عبايات وصغار زعما ما شاء الله، بري عجبوني بزاف. ايوا لابسين صني وداين، ديروا هما داروا حفلات هذه بلعبه الاربعاء شغل، بس كل الخميس ما نقروش. اي الاربعاء هذوك الاطفال الصغار اي رايحين والله لا غيروني، غير نقول صحابي جاتهم حنا ما دارولناش حفله. وهنا دخل حميدو جاب لي معاه الشيكولا، ايوا تاني باللوط، وهاد التمر وقعد، لا ماشي التمر يا ربي كيسموه، كرموس. ها كرموس كنا كنت ديجا شارياته من قبل، ايوا جبته زوج انواع، هذاك اللي دايرينه في الفارينة هذيك بلا في لافارين بلا بيها. المهم حاجة بسيطة ايوا وفرحنا بيها. المهم هذيك اللمة تاعك نقع فيها رحبة، راكم فاهمين. الشيرات كاين اللي يديروا، كاين يديروا الرقاق اللي هو الشخشوخة، كاين يديروا الرشتة، كاين يديروا بركوكس، كل واحد شي يدير. المهم صراحة عادت في التقاليد، حنا هاد العام ما درنا والو، كون هادو انا ما درتهمش ما كناش غادي نديرو. معليش عقوبة العام الجاي ان شاء الله، لا غالب كان عندنا ظروف. دعونا ربي. وبغيت نشارككم نهارنا زعما كيفوتنا بهذا الاحتفال وكاع، ان شاء الله يكون عجبكم زعما حاجه بسيطه وان شاء الله تكون عجبتكم. والله لا فرحنا حنا شغل كي نتلايمو هكا وكاع مليحه. وقولوا لي شكون باغين ندير لكم وكاع في لي كومونتير، بالك في الويكاند ندير لكم نولي نطيب، ولا كاش وصفه تطلبوها مني، ولا كاش جوله ولا روتين، كيما تبغوا كيما تبغوا. مهم طلبوا مني في الكومنتير، وما تنسوش ديرونا لايك وابوني وديروا ديك الجرس، باش كي ماما تحط فيديو ولا نحط فيديو يخرج لكم من فوق. هنا كنت نوريكم في الخبز، هاد الفوجة شابة جات قطنية، عاد خلطتها بسميد وجات قطنية. وعدتكو عدتكو هادي كي جات شابة نبغيها بزاف والله. اللي يبغي يدهنها بلا جولي ولا بكونفيتور يدهنها كيما تبغوا كيما تبغوا الشيلات. وهنايا درت بورسيت زعما كل واحد، حنا هكا شغل، حنا كل عام هكا، كاين اللي ياكلوا تما فوق الطاوله بصح حنا لا، حنا كل واحد نديروا له بورسته اي ونقسمو كيما راكم تشوفوا. هي زعما كل عام بابا يقسم لنا، والعامات التوالي وليت انا نقسم، يا عذرا من الكبير تاع الدار حتى الصغير تاع الدار. ايوه كنت نقسم لها كيما راكم تشوفوا الشيرات، انا كنت نقسم وكاع. المهم في نهايه الفيديو دعوا لي ربي ينجحني، ودعوا لي مهم دعوا لي شيرات. و باي باي، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. اي باي باي شيرات، شكرا عجبكم الفيديو، باي، استودعكم الله.